إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، فمع كتاب المختصر في أحكام السفر وصل بنا المقام عند الصفحة 23، وبوب علي باب ما جاء في السياحة. وعندما يسمع الواحد منا كلمة السياحة فإنه يتبادر إلى ذهنه مفهوم السياحة في الوقت الحالي، فمفهوم السياحة في الوقت الحالي هو أن ينتقل الرجل من مكان إلى آخر أو من بلد إلى أخرى بنية التنزه وتغيير الجو، و يعني لقيا أناس جدد وما شابه. ولكن هنا السياحة ليس هذا مفهومها. باب ما جاء في السياحة، فتعالوا بنا نفهم ما المقصود بالسياحة، وحتى تفهم المقصود من السياحة تعالوا لنسمع ما طلبه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا طلبوا؟ نسمع. عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة. نعم، قال: إذن لي في السياحة. فقلنا السياحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي السياحة بالمفهوم العصري. فما معنى السياحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لي يا رسول الله في السياحة. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. إذن مفهوم السياحة أولا يتصف في شيء يختلف عن السياحة في العصر الحالي. ما هو؟ نعم، أنه عبادة. فالسياحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة. لكن ماذا تختلف عن باقي العبادات؟ هي عبادة، لكن ماذا تختلف عن باقي العبادات؟ فيها متعة، فيها السياحة التي هي عبادة تختلف عن العبادة التي في دار الحضر. اثنين، أن فيها سفر. إذن السياحة تتصف، واحد أنها عبادة، اثنين فيها سفر، وهذا السفر يلزم منه مفارقة الأهل والأوطان. وبناء على هذا السفر ومفارقة الأهل والأوطان ماذا سيترتب على ذلك؟ رخص. نعم، قربت. رخص. نعم، سوف يترتب على ذلك أنه سيجد نفسه لا يشهد الجمعة والجماعة. فالسائل: إذن فهمتم سؤال هذا الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يعبر بلغته عن سؤال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يعبر بلغته التي فهمناها في سؤال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في السياحة رخص السفر واحدة. أحسن من هيك. إذن لي رخص، قال له رخص السفر.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انسوا لي كلمة رخص هي. طلب منه أن يترك المدينة والجمعة والجماعات ويذهب لمكان البراري. نعم، ائذن لي يا رسول الله، هكذا يقول، ائذن لي يا رسول الله أن أسافر فأترك مكان الإقامة، وبالتالي أذهب إلى أماكن فارغة البراري، وعلي فلن أشهد لا جمعة ولا جماعة وأبقى أتعبد. ها، إذن هذا مفهوم السياحة. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا لا يوجد في الإسلام، أن هذا لا يوجد في الإسلام، وإنما يوجد ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله، واحد، فيه سفر، اثنين، فيه طاعة، ثلاث، تكثر فيه الرخص، فقد لا يشهد الجماعة بسبب الحرب أو الجمعة حتى. فإذا الذي تسأل عنه أيها السائل فقط موجود في إيه؟ في الجهاد، وهذا في هذا الزمان ما زال موجودا. فهناك أقوام يطالبون بشيء اسمه، من يعرف يرفع يده، اسمه لا اللي بيعرف يرفع ايده، اللي بيعرف يرفع ايده، لا حول ولا قوة الا بالله، الخلوة. نعم، الخلوة، يسمى فلان خلوتي، فلان خلوتي. ايش يعني خلوتي؟ يعني يغادر دار الإقامة وقد يسافر إلى بلد أخرى أو مبتعدا عن مكان إقامته، ثم يبقى لنفسه فلا يشهد لا جمعة ولا جماعة، ويزعم أنه بذلك يتعبد الله. واضح؟ أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي تنبأ، ومدام في خلويات نص دروس صارت فارغة. إذا تنبهوا أحبائي في الله إلى هذا الشيء المهم، هذا الذي يحدث، وهو أن بعضهم يزعم أنه خلوتي فيعيش بعيدا عن الناس وفي البراري، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. ومنهم من عدل، من يعرف كيف عدل؟ من يعرف كيف عدلوا هذه البدعة؟ فقالوا خلوة في مكان قريب منكم، لكن لا أراكم ولا تروني، وإنما أخرج لكم مرة في الشهر أو مرة في السنة، وأنا أتعبد، لا يشهد لا جمعة ولا جماعة. وبالتالي إخواني في الله، خلطوا بين الخلوة الشرعية والخلوة المبتدعة. فأن تبتعد عن المباحات وتقبل على الطاعات وتشغل أوقاتك بالطاعة من علم وذكر وتسميع واستغفار وتشهد الجمعة والجماعة وتصل الأرحام وتتكسب، لا تمد يدك إلى الناس، فعندها أنت أصبت ما يسمى بالعزلة في زمن الفتن. فالعزلة لها أحكام، أما هم يسمونها خلوتي، فخلطوا المفهوم الشرعي بالمفهوم الباطل. فعند اشتداد الفتن هناك ما يسمى بالعزلة، والعزلة تتصف بماذا؟ واحد ذكرنا الآن، بس لو انكم ركزين معاي، انتين خلويات، واحد
ولا حول ولا قوة إلا بالواحد. لا الجمعة والجماعة. واحد التقليل من المباحات. يعني هو في حلال لكن تقلل من المباحات. اثنين اثنين اشغال الاوقات بعبادة الله. الوقت اللي قللته من المباحات اشغلت نفسك بالعبادات. من شهود الجماعة والجمعة وطلب العلم وزيارة الارحام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثلاث التكسب. ممنوع تمد ايدك للناس. ممنوع تعيش على الصدقات. تكسب. ولو بالحطب. يحتطب احدكم فيجعله على ظهره فيبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. وفي رواية البخاري على ظهره. يعني في تعب في مشقة لكنه ما بمد ايده ليش للناس. اذا فهمنا ما هي السياحة الشرعية. السياحة الشرعية هي الجهاد في سبيل الله. وفهمنا العزلة الشرعية. وطبعا الامام الخطابي له كتاب كامل اسمه العزلة. لسنا بصدده الان. لكن المقصد من هذا خير مال الرجل يوشك ان يكون خير مال الرجل الغنم. هذا في العزلة. يفر به من الفتن. يصعد به من جبل الى جبل. لا يمد يده الى الناس. ويقلل من المباحات ويتفرغ الى عبادة الله ولا يقصر في جمعة ولا جماعة ولا زيارة ارحام. هكذا معنى العزلة الشرعية. اما العزلة المبتدعة ما تسمى بالخلوة. خلوتي. شو خلوتي حضرتك؟ واحد لا يتكسب عايش على الصدقات. لا تنسوا اخوكم. لا تنسوا اخاكم. هو بيعرف اللغة الفصيحة اصلا. لا تنسوا اخاكم. اخاكم. ثم بعد ذلك يقول انا شيخكم. ثم يقول بعد ذلك انا الابدال. انا القطب. شو قطب؟ احنا بالطريق قطب شمالي وجنوبي. الفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فاذا تنبهوا اخواني في الله الى هذا الشيء الضال. وبعد ومنهم من يفتخر انه لا يغتسل. لك انا اتعبد ما عندي وقت اغتسل. فالرائحة على بعد 5 متر 7 متر حسب يا جماعة انا لا اتكلم عن خيال. هذا واقع. طيب انظر ماذا قال الحافظ ابن الاثير في معنى السياحة. قال اراد مفارقة الامصار وسكن البراري وترك شهود الجمعة والجماعات. طبعا هذا كتاب ابن الاثير ينبغي ان يكون في بيت كل طالب علم يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب قائم على شرح الغريب. شرح الغريب. ايش الغريب؟ يعني انت بتقرأ حديث في كلمة مش عارف معناها تسمى الغريب. فيشرح لك معناها. وغير محصور بكتاب البخاري او مسلم. في عموم السنة. ومرتب على الحروف الهجائية. كتاب جميل جدا لا يستغني عنه طالب علم. لابد ان يكون بين يديك. وطبع طبعات كثيرة جدا. الطبعة الأولى طبعا بتحقيق الأستاذ محمود الطناحي في 5 مجلدات رحمه الله. ثم بعد ذلك حققه شيخنا علي الحلبي في مجلد. فبالتالي تنبه إلى
أن هذا الكتاب يلزم أي طالب علم حديث سواء كان مبتدئ أو متقدم. قال أراد مفارقة الأمصار وسكنى البراري وترك شهود الجمع والجماعة، هذا مرفوض. أنت تترك الجمع والجماعة في الجهاد عندما تكون الرؤوس تكاد تقطع ومع ذلك تحرص على الجماعة، لكن لا تستطيع، معذور. ومتى تفارق البلاد والأوطان للعبادة؟ في الجهاد. الفوائد والأحكام نسمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. يعني هذا الكلام أصله من عند غير المسلمين، هذا الطريقة الخلوتية طريقة مش موجودة في الإسلام فأدخلوها إلى الإسلام. نعم، إذن هذا ما يسمى الخروج بالتقرب إلى الله على غير السنة، وله صور كثيرة ذكرنا شيئا منها. ننتقل الآن إلى باب جديد، نقلب الصفحة صفحة 24 لنرى ماذا في حق المسافر. نسمع. باب المسافر يوصى بتقوى الله. إذن عندما يقول لك المسافر أوصني فلا بد أن توصيه بتقوى الله. طب ليش وتقوى الله للمسافر ولا للمقيم؟ أنت توصي بتقوى الله، لما أنت تخص المسافر بزيادة تذكير بتقوى الله؟ ما هو أنت المقيم، إحنا لا نوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله؟ طب لما المسافر يوصى أكثر؟ ابتعاد قربت، بس عباراتك مش مزبطة، ضبط عبارتك يعني برضو قرب. أيوه عمو، لأن المسافر يتعرض للفتن أكثر من أحسنت، المسافر يتعرض للفتن أكثر من المقيم. يعني حضرتك أنت مسافر لأي دولة سواء إسلامية أو غير إسلامية، أول شغلة سوف يقال إذا أنت مع كمال ولا كيف جاي على البلد، معناته أنت إيش مع كمال، فعندها تعرض عليك الفتن ليأخذوا مالك وتخسر دينك، فيوصى بتقوى الله. هذا السبب الأول. السبب الثاني، إذا السبب الأول أن المسافر تعرض عليه الفتن أكثر من غيره. اثنين، السبب الثاني قد يسافر ولا يعود للبلد، لا يستطيع العودة يعني. مع السلامة. ممكن لأنه ترك الجمعة والجماعات يقل إيمان الإنسان. اثنين، آخر واحد يكون بين أهله وقرايبه والناس اللي بيعرفهم ممكن يخجل. أي نعم. اثنين، أنه لا يجد من الناس من عليه رقيب، وبالتالي عندما يكون مسافرا فعند هذا الشخص ماذا تجد؟ لا يوجد أب ينظر إليه ولا أم تنظر إليه ولا أخ ولا عم ولا جار، هو في جامعة خارج دياره وبلاده والفتن أمامه، فلن يمنعه من الفتن إلا تقوى الله. ثلاث، قرب هناك الأخ، ثلاث المسافر عندما يترك الجمعة والجماعات والعبادات اللي كان متعود عليها في السفر يقل أو يضعف إيمان، يعني قرب كثير 80%. ليه 80%؟ بمعنى أنه يا مسافر لا تتوسع بأخذ الرخص فيقل إيمانك. كل ما نقول لك روح على المسجد ستقول لي ما أنا مسافر. حتى شيخ الإسلام بيقرر ترك الجماعة والجمعة لا تكون للمسافر إذا كان يستطيع الذهاب، وهذا قول معتبر سوف يأتي معنا لاحقا. يعني أنت الآن أنت مسافر وصلاة الجمعة قائمة وأنت تستطيع أن تصل الجمعة وأنت في رفاهية وما في تعب ولا مشقة ولا عذر، فلما لا تذهب إلى الجمعة؟ فحتى من أجاز من أهل العلم على خلاف بين أهل العلم فهذا يسبب ضعف إيه؟
إيمان، حتى لو أخذت برخصة، مع أن في هذه الحالة على الأقل الأخذ بالعزيمة أفضل. فإذا لا تتوسع أيها المسافر بأخذ الرخص التي ربما ينبني عليها ضعف إيمانك. إذا هاي النقاط. فنسمع الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. نعم أيوه. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. نعم، قال: عليك بتقوى الله، فهمناها أيها المسافر، عليك بتقوى الله. طيب، والتكبير، والتكبير على كل شرف، هذه من السنة في حق المسافر، ما هي؟ نعم، وأنت مسافر سوف يأتيك إيش؟ ارتفاع، فإيش؟ تكبر، وعند النزول تسبح. طب إذا مسافر في الطائرة عند إيش؟ الإقلاع. عند شو الهبوط استاذنا في الإقلاع؟ عند الإقلاع تكبر، وعند المسير مطلق بما شئت من الأذكار، وعند النزول تسبح. ويا جماعة، أغرب شيء في سفر الطيران أنك تجد مضيفة متبرجة عاصية لله ونحن معلقون في السماء. في يعني خطأ الطيران على الغالب إيش؟ موت. خطأ عطل في الطيران على الغالب إيش؟ موت. فأين قلبها؟ هذا التبرج وهذا السفور وهذا العصيان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كما قالوا، كثرة الإمساس تميت الإحساس، ليس فقط تفقد، تميت الإحساس. فبعض الناس أول ما يسمع الخبر مثلا عن المسلمين أنهم يذبحوا، ما بينام الليل، بعد أسبوع بصير ينام نص الليل، بعد شهر بوكل حلويات وكنافة وبعيش نومته وكب، مات القلب. بينما الذي يحتسب ويعتبر هذا الشيء، الشعور بالمسلمين طاعة وقربة، لا يهنأ. حتى قالوا عن محمد رشيد رضا، محمد رشيد رضا من المصلحين في هذا الزمان، وهو صاحب مجلة المنار التي كان شيخنا الألباني يستفيد من إصداراتها وينقل منها تخريجات العراقي، فهي من أسباب أنه حبب إليه علم الحديث، فكان ينقل منها ويكتب وينسخ. فمحمد رشيد رضا قالوا في ترجمته: متى سمع عن خبر ضد المسلمين يبقى متأثرا ولا ينسى. طب ينسى يا رجل، غير. لا ينسى. حتى في طفولته فرأته أمه مرة نكدا، يعني بتنكد، فقالت: يا بني، ماذا حصل؟ هل هناك مسلم تعرض للأذى في الصين؟ يعني هي هيك حطت في الصين؟ يعني أنت أي خبر بيصلك عن واحد تتأذى حتى لو في الصين تتأذى؟ فكثرة الإمساس تميت الإحساس. ما بدنا تميت الإحساس، ما بدنا نميت الإحساس، لابد أن يبقى اللسان ذاكرا لله، مطيعا لأمر الله، مستجيبا لشرع الله، داعيا لإخوانه في الله. نسأل الله أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين. وعندها أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
فدعا له اللهم اطوي له البعد. ايش يعني اطوي له البعد؟ ايش يعني اطوي له البعد؟ شو يعني قربه؟ يعني مش فاهمين يعني ايش قرب له المسافة؟ يعني جعل الطريق مبارك ويصل وكأنه لا يشعر بمسافة الطريق. نعم هذا شيء مهم جدا، وهي إخواني في الله أنك تسافر أحيانا فتقول معقول هذا الذي سافرته السنة الماضية، فتجد الأرض تطوى فيقذف الله في قلبك الصبر وأمورك ميسرة ومسهلة، اللهم اطوي له. فهي نعم في تقريب للمسافة حقيقة لكن قد لا يشعر بها غيرك، لكن هذا من فضل الله عليك أنها طويت لك الأرض، وهذا أكثر شيء من شاهده على الحدود. بس يسافر الإنسان في البر على الحدود ممكن تقعد ساعة وممكن تقعد 24 ساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في الطرق تحويلات أخطاء سائقين، فدائما ندعو للمسافر اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، لأن السفر مهما قلبته فهو فيه مشقة من عذاب. ماذا قال المبارك فوري؟ نسمع. قال العلامة المبارك فوري: ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. إذن الآن العلامة المبارك فوري يذكر لك ماذا؟ الحكمة، أنك تكبر الله وأنت مسافر إذا صعدت. ماذا قال الحكمة؟ تفضل. أن النفس تحب الاستعلاء عندما تصعد، فيكسر المسلم نفسه بذكر أن الله تعالى هو الأكبر. نعم، عندما تصعد فقد يدخل الشيطان في قلبك ماذا؟ الاستعلاء على الناس، فمباشرة قل الله أكبر حتى إيش؟ تهذب نفسك، حتى تهذب نفسك. ومن هذا الذي، ما هي صفة الشخص الذي قد يبتلى بالاستعلاء على الناس؟ ما هو صفة الشخص الذي قد يبتلى بالاستعلاء على الناس؟ بدي كلمة واحدة بس، بديش كلام كثير في الأخير. هذه صفة، أقول لك من هذا الشخص الذي سيبتلى سيمتحن؟ صاحب النعم. نعم، الذي ينعم عليه. فاحفظ النعم بألا تستعلي على الناس. يعني حضرتك ربنا مكرمك بنعمة الجسد، فممكن أنت إيش؟ تستعلي على الناس. أما إذا حضرتك ضعيف وزنك كله 55 كيلو فشو بدك تستعلي على الناس اصلا؟ فلن تستعلي على الناس لانه اصلا انت ايش؟ ضعيف. اثنين، راكب سيارة موديل 75، شو بدك تستعلي على الناس؟ ما كل واحد بشوفك الله يعوضك. لا، شو راكب عواية شايفك؟ فإذا أنت لن تستعلي على الناس. أنا أقول لك حتى لا تبتلي نفسك. فاللي بده يركب سيارة حديثة فليحذر أن يتطاول على الناس. ربنا أعطاك الآن النعمة سيارة حديثة، فقد تبتلى وتستعلي على الناس فتعيش مع الإثم والوزر. عندك أنت جاهل، هل ستستعلي على الناس بعلمك؟ هو انت ايه؟ جاهل. لكن اذا اكرمك الله بالعلم فبالتالي لن تستعلي على الناس، اذا كان عندك تقوى الله. فاذا يا جماعة تنبه،
أن الاستعلاء يصيب أصحاب النعم. أما واحد راسب في التوجيه شو بده يقول للناس؟ بده استعلي عليه يا زلمة بس فضايح يا زلمة، أنت راسب خمس مواد راسب. آه صح صح خلاص خليني ساكت ما أحكيش في الموضوع. أما إذا جاب شهادات يبدأ الشيطان إيش ينفخ فيه، يلا استعلي على الناس أو أصحاب الأموال. واحد سكان بدناش نحكي اسم المنطقة فراغ، فهو في حي فقير زي شخص ساكن فراغ في حي غني لا يستويان. انت عارف مع مين بتحكي؟ ما تبهلوا مع بعض وكان مع بعض مالك. اما هذاك بدك 10 أشخاص لتصلوا، الحارس والبواب والسكرتير والموظف والعامل والعياذ بالله. هذا يسبب استعلاء. ومع ذلك فبعض الناس كلما ازداد نعمة ازداد تواضعا لله، وهذا الذي يرفعه الله، فهنيئا لمن أكرمه الله وبالنعم وازداد تواضعا لله. ننتقل إلى الباب التالي وهو النهي عن اصطحاب المصحف إلى ديار الكفار إذا خشي أن يهينوا المصحف. أما إذا أمن ذلك فهو يصحب ليقرأ فيه. نعم نسمع. باب النهي عن السفر بالمصاحف إلى أرض العدو إذا خشي إهانة المصحف. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لما؟ لما أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؟ خشية مخافة أن يناله العدو. نعم. إذن هذه الرواية مخافة أن يناله العدو، وفي رواية فإني لا آمن أن يناله العدو. يا جماعة دائما أعداء الدين لا يجرؤوا على مواجهة المسلمين لأنهم يعلمون أن الرجال من المسلمين الصادقين اشتروا الموت، كما قال خالد بن الوليد لملك الكفر عندما قال له جئتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. يعني إذا أنت بدك تهدد شخص إيش بتقول له؟ بقلت لك. هو بقول لك لو سمحت قتلني، لو سمحت بقلت لك، مو أنا جاي عشان أموت بدي أروح على الجنة. بقول لك شوفوا لنا واحد ثاني. ها فدائما أعداء الدين لا يجرؤوا على مواجهة الرجال من المسلمين الصادقين، فتجدهم يؤذوا أطفالهم، أطفال المسلمين أو نساء المسلمين لا يجرؤوا، أو الكبار السن من المسلمين. وعليه فتنبه أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، فبالتالي يلجأ إلى إحراق المصحف، هكذا هو طاقتهم وقدراتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب من الفوائد والأحكام، بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. نعم. وقال الإمام النووي فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. نعم. إذا من أراد أن يسافر إلى أي بلد سواء مع جيش المسلمين أو لوحده وأمن أن لا يؤذى المصحف فله أن يصحب المصحف معه، وليحرص على أن لا ينساه في الفندق، فتجد الحقد عندهم والعياذ بالله لا يستطيعوا في الظاهر، وإنما هم يفعلونه في الباطن كراهية للإسلام والمسلمين. طيب الآن ننتقل إلى موضوع آخر
وهو من أراد أن يسافر فليحذر أن يصحب الجرس أو الكلب. طبعا هذا الكلام كان قديما، والآن أصبح الكلاب أيضا حديثا، فهناك من يصحب الكلب أكثر ما أن يصحب أمه وأباه. وين رايح؟ عند الكلب بتاعي يا زلمة، مش قادر أنام، لازم إيه؟ لازم أشوفه إيه؟ أعبطه حبيبي مين؟ كلبي يعني، كانوا زمان يقولوا كلبي يعني قلبي، هسا كلبي كلبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يقول والله أنا أمي وأبوي يعني هيني بزورهم في أسبوع مرة في أسبوعين مرة، بقدرش أخدمهم لأنه غلبة، لكن بخدم إيش؟ الكلب اللي عندي. فهذا ما دخل إلى بلاد الإسلام والمسلمين، فأصبحنا نرى الكلاب يمسك بها مسلم ويمشي وراءها. وهذا الشاب لو أمرته بحفر بئر لحفر، لكن طاقته راح على وين؟ على الكلب. والأدهى والأمر اللي ماسك الكلب مين؟ بنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعطيك شيء مهم في الحذر في السفر من شيء. ما هو؟ ما هو؟ ما هو هذا الشيء الذي يجب أن تحذر منه في السفر بناء على ما سمعت؟ ما هو؟ تفضل. ما هو؟ الحذر من المعاصي. نعم، المعاصي بشكل عام. تريد في سفرك أن يسهل الله أمرك، احذر المعاصي. فبعضهم يبتدئ المعصية بماذا؟ واحد، أنه يحضر معه الدخان، يبتدئ السفر بمعصية اصطحاب دخان. ليش؟ خايفين ننقطع على الطريق. خايف إيش الأخ؟ ينقطع. اثنين، نعم، انه رحلة جماعية، صفر اصدقاء ومحبة. ففي السفر ما بتعرف الزلمة مع مرته ولا مع مر جاره، ولا كله ضحك ومزح ولعبه. انا ما بتكلم، لا تحكي لي والله طلعت عمرة انت حضرتك، الله يجزيك الخير، عمرة الحمد لله شيئا ما، الامور مضبوطة. لكن شوف رحلات التنزه هاي اللي بفرح فيها. ثلاث، نعم، وجود المعازف. بقول لك احنا في الصحراء لازم ايش نسمع؟ ايه؟ معازف واغاني، مش خايف ربنا يخصف فيهم؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. او في الطائرة بقول لك هاي اذا بدك تسمع اغاني، حاطين لك خيارات اغاني قرآن، يعني حرية. وانت في الطيارة بدك اغاني؟ تفضل. بدك قرآن؟ هاي قرآن. لو سمحت ما حدا يحكي مع الثاني، كل حاطط ايش؟ سماعات ولا هذا. ولا حول ولا قوة الا بالله. نسمع الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نسمع الان الحديث والفوائد والاحكام من هذا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو ولا جرس. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. إذن الجرس مزامير الشيطان، فكيف المعازف وآلات الطرب؟ نسأل الله العافية أن تكون في السفر، فهنا إخواني في الله لا تصحبها الملائكة، لا تصحبها الملائكة. فكيف إذا كان هذا السفر بالطائرة ويوجد معاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي: أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار. نعم، الكلب لغير حاجة، لا نتكلم عن كلب الحراسة
ولا عن كلب الصيد ولا كلب الحرث، وإنما نتكلم عن الكلب الذي يقتنى لغير حاجة. وهذا مظهر من مظاهر التشبه بالكفار في هذا الزمان. ثانيا، وقع في النهي عن اقتناء الكلب. ثالثا، أن هذا والعياذ بالله كما نبئنا أنه باب للفحش بين الكلب الذكر والأنثى الشاذة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه قصص تواترت حتى أصبحت مسلمات فحش بين حيوان وإنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين، وقال الحافظ أبو العباس القرطبي: والظاهر أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه كما تقدم، لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه وإبله وغير ذلك، فيضطر إلى اتخاذها كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. إذن الأحكام في الكلب هي في السفر وفي الحضر. وقال أيضا أبو العباس: وينبغي أن لا تقصر الكراهة على الأسفار. نعم، الأمر حتى في الحضر اقتناء الكلب لا يجوز إلا للحاجة. نعم. ومن باب أولى منع اصطحاب المنكرات من معازف ودخان واختلاط بين الرجال والنساء. وحقيقة أيضا من المعاصي في السفر سفر المرأة من غير محرم، وسوف يأتي معنا وجود السفر من غير إمارة، هذا سوف يأتي معنا. وأيضا أن يسافر الرجل وحده من غير صحبة، سيارته الخاصة يسافر لوحده، أما إذا ركب سوف يأتي تفصيله، لكن هذه معاصي سوف يأتينا. وأيضا من المعاصي في السفر السفر بغير إذن الوالدين، السفر بغير إذن الوالدين، وسوف يأتي معنا تفصيل ذلك. وعليه فحتى في الجهاد من أراد أن يجاهد وكان لا يوجد من يعتني بوالديه غيره فلا يذهب للجهاد حتى يستأذن والديه. انظر الجهاد الذي هو سنام الإسلام، ومع ذلك إذا لم يكن غيره لوالديه فلا بد من إذنهما. كما قال ذاك الرجل: يا رسول الله، إني تركت والدي يبكيان وليس لهما أحد غيري. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ففيهما جاهد. فما أدري كيف يكون باب الجنة بين أيدينا ونزهد ببر والدينا ونترك الجنة لإخواننا. فتجد يتزوج يخرج من البيت، الثاني يتزوج يخرج من البيت، الأخير يتزوج يعيش في البيت مع والديه، يتركون له الجنة، لأن من أكبر أسباب دخول الجنة بر الوالدين. وحتى تبر والديك حقا لا بد أن تكون عندهما، وإما يبلغن إيش؟ عندك، ها عندك، فلا بد من وجود بالقرب من والده. على كل حال هذه الأشياء سوف تأتينا مفصلة في درسنا القادم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.